ثلاجات سامسونج تتميز بجمال الشكل والجودة المضمونة فضلا عن كفاءتها في العمل، واستطاعت جذب الثقة لدى المستهلك المصري من خلال توفير السعر المناسب لفئة كبيرة من الأشخاص، وأيضا الجودة وتقديم خدمات ما بعد البيع بكل سهولة. ثلاجات، والتي حصلت الشركة على تقديم مجموعة ضخمة من الثلاجات بأحجام مختلفة. بالنسبة لمميزات ثلاجات سامسونج، 1- تتميز ثلاجة سامسونج بميزة التبريد الفائق لتوليد تيار هواء بارد ومجسم. 2- التدفق المتعدد الاتجاهات. 3- تقنية عدم التجميد التي تحافظ على توزيع درجات الحرارة بشكل أكثر بالتساوي. 4- وجود جيوب بالأبواب لتوفير ميزة الوصول بسهولة إلى العناصر الصغيرة. 5- وجود درج وصينية الثلج. 6- وجود مزيل للرائحة الكريهة. 7- سرعة تكثيف الهواء البارد من أجل توفير تجميد وتبريد أسرع. 8- تعمل الثلاجة لأطول فترة ممكنة وتستهلك طاقة أقل من أي وقت مضى، كما أنها تعمل بهدوء تام مع ضمان لغاية 10 سنوات. أما عن عيوب ثلاجات سامسونج، ارتفاع أسعار ثلاجات سامسونج مقارنة بالأنواع الأخرى ذات نفس الحجم نظرا لاحتوائها على مزيد من المزايا المصنوعة بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة وصعوبة الحصول على قطع الغيار إلا عن طريق الوكيل المعتمد الأصلي وارتفاع أسعارها. هنتكلم عن أفضل وأحدث أنواع ثلاجات سامسونج في السوق وأسعارها. ثلاجة سامسونج 12 قدم 290 لتر بسعر 7890 جنيه. ثلاجة سامسونج 23 قدم 516 لتر بسعر 18200 جنيه. ثلاجة سامسونج 21 قدم 468 لتر بسعر 17000 جنيه. ثلاجة سامسونج نو فروست 377 لتر بسعر 10650 جنيه. ثلاجة سامسونج نو فروست 440 لتر بسعر 14550 جنيه. ثلاجة سامسونج نو فروست 321 لتر بسعر 10200 جنيه. ثلاجة سامسونج نو فروست 500 لتر بسعر 17850 جنيه. ثلاجة سامسونج 810 لتر ستانلس ستيل بسعر 86745 جنيه. ثلاجة سامسونج 27 قدم لون فضي 626 لتر بسعر 30700 جنيه. ثلاجة سامسونج 453 لتر 21 قدم لون فضي بسعر 17300 جنيه. ثلاجة سامسونج 516 لتر 23 قدم لون فضي بسعر 17777 جنيه. ثلاجة سامسونج 542 لتر 24 قدم لون فضي بسعر 20400 جنيه. ثلاجة سامسونج 23 قدم 516 لتر ديجيتال بسعر 18400 جنيه. ثلاجة سامسونج 328 لتر بفريزر سفلي لون أسود بسعر 9999 جنيه. ثلاجة سامسونج 328 لتر بفريزر سفلي إينوكس بسعر 9599 جنيه. ثلاجة سامسونج 516 لتر 23 قدم ستانلس ستيل بسعر 19145 جنيه. ثلاجة سامسونج 468 لتر 21 قدم ستانلس ستيل بسعر 20560 جنيه. ثلاجة سامسونج 546 لتر 24 قدم ستانلس ستيل بسعر 23225 جنيه. ثلاجة سامسونج توينز 350 لتر زائد 277 لتر 12 قدم ديجيتال بسعر 49335 جنيه. ثلاجة سامسونج 14 قدم 330 لتر بسعر 8300 جنيه. ثلاجة سامسونج 320 لتر 14 قدم لون فضي بسعر 9900 جنيه. ثلاجة سامسونج 330 لتر 14 قدم ديجيتال لون فضي بسعر 11595 جنيه. ثلاجة سامسونج 16 قدم 377 لتر بسعر 11480 جنيه. ثلاجة سامسونج 350 لتر 16 قدم لون فضي بسعر 14185 جنيه. ثلاجة سامسونج 18 قدم 384 لتر بسعر 14200 جنيه.
ثلاجة سامسونج 384 لتر 18 قدم لون فضي بسعر 12850 جنيه. ثلاجة سامسونج 380 لتر 18 قدم ديجيتال بسعر 13925 جنيه. ثلاجة سامسونج 397 لتر 18 قدم ونص لون فضي بسعر 12999 جنيه. ثلاجة سامسونج 454 لتر 20 قدم ديجيتال بسعر 14777 جنيه. ثلاجة سامسونج 440 لتر 20 قدم ستانل ستيل بسعر 16760 جنيه. ودي كل المعلومات عن ثلاجات سامسونج. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا اعجاب ومشاركة علشان يوصل لكل الناس علشان يستفيدوا. شكرا كتير لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.